الحكومة النمساوية توافق على زيادة المساعدات الاجتماعية والمعاشات التقاعديه بنسبة 4.6%، والموضوع ده هيتم من 2025 بعد طبعا الانتقادات اللي وجهت للحكومة على أساس إن موضوع المعاشات ما بيزيدش بالزيادة اللي بتتعادل مع ارتفاع الأسعار، ولكن هنا في توجه إن المعاشات هتزيد بنسبة 4.6 من, من عام 2025. 2024 نعم. شايف ده برضه نوع من انواع البرامج الانتخابيه اكيد يعني يعني شوف سيد الكريم بغض النظر لاحظ انت بغض النظر عن كل التفاصيل وكل البروباغندا اللي بيحاولوا يحكوا عليها الحكومه انه سيتوافق على زياده المساعدات الاجتماعيه يعني العيله اللي كانت تاخذ 4600 تصير تاخذ ما يصل ل 5000 يورو هذا واقع سيد الكريم هذا البلد بلد مؤسسات بلد قوانين بلد مم. انظمه وليست يعني اي شيء اخر فبالتالي 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 نحن النمسا أه أه موضوع الزياده، موضوع التضخم، ما دام في تضخم، ما دام في كذا، فهي عملية بروسيس، يعني عملية معالجة، كل الأمور هون بتمشي مع بعض البعض بشكل واضح، ما في شيء بتمشي على حساب شيء، الحالة الانتخابية هلا كل اللي عم يسمعنا، الحالة الانتخابية يعني في خلينا نقول المثل بطريقة أخرى شو ما يقول شو كلام الليل يمحوه النهار ما هيك آه كلام الانتخابات يمحو يمحوه يوم ما بعد الانتخابات او يمحوه البرنامج السياسي يعني برنامج الانتخابات سنفعل وبدنا نساوي وبيعجبنا وما بيعجبنا ماذا يمحوه بعد ما بنخلص الانتخابات بعد ما نخلص الانتخابات متأكد من وبنعرف بالضبط نتأكد من الكراسي نتأكد من الحكومة اللي حتكون بيكون في هدول الحزبين المؤتلفين عندهم شيء اسمه برنامج الحكومة برنامج بناء ها. على برنامج الحكومة هون بنبلش نحكي عن حقائق ووقائع اما من الان من الان حتى نهايه هذا العام وعود فقط وعود فقط وكلام فقط ولي حتى اكثر من نهايه هذا العام تقريبا يعني على م. هو ما يظهر عنا البرنامج الانتخابي